السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة رابعة عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة ناخد مع بعض درس نحو جديد، وهو بعنوان ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب، يبقى احنا النهاردة ناخد مع بعض ضمائر ايه؟ المخاطب. خدنا قبل كده ضمائر المتكلم اللي هم مين؟ انا ونحن. طب ضمائر المخاطب عندنا هم ايه؟ تعالوا كده نشوفهم. ضمائر المخاطب انت، اول واحد عندنا ايه؟ انت. انت دي للايه؟ للمفرد المذكر المخاطب. المفرد يعني ايه؟ واحد. برافو. طب مذكر ولد، يبقى الولد واحد ياخد ايه؟ انت. زي مثلا ايه؟ انت تلميذ، انت طالب، انت ولد. تاني حاجة عندنا في ضمائر المخاطب، انتي للمفردة المؤنثة. يعني ايه مفردة؟ يعني واحدة. طب المؤنثة بنت المخاطب. زي مثلا انتي تلميذة، انتي طبيبة، انتي فتاة. تالت واحدة في ضمائر المخاطب، انتما. انتما الايه؟ للمثنى بنوعيه اللي هو المذكر والمؤنث. نوعيه يعني ايه؟ مذكر ومؤنث. طب المثنى دول يعني ايه سنة رابعة؟ يعني اتنين. تمام، المثنى يعني اتنين، وبنوعيه يعني يا اما مذكر يا اما مؤنث. تعالوا كده طب نشوف، انتما تلميذان، انتما تلميذتان، انتما طبيبان، انتما طبيبتان. رابع واحدة عندنا في ضمائر المخاطب، أنتم للجمع المذكر المخاطب. أنتم للجمع المذكر الإيه؟ المخاطب. زي مثلا أنتم طلاب، أنتم طبيبون، أنتم أطباء، أنتم معلمون. تعالوا كده نشوف آخر واحدة عندنا في ضمائر المخاطب، أنتن. أنتن للجمع المؤنث المخاطب. يعني إيه جمع؟ يعني أكتر من اتنين يا سنة رابعة، ومؤنث يعني بنات. زي مثلا أنتن طبيبات، أنتن معلمات، أنتن فتيات. يبقى احنا كده عندنا ضمائر المخاطب، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. يبقى ضمائر المخاطب عندنا ايه؟ خمسة. أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. أنت للمفرد المذكر، وأنت للمفردة المؤنثة، وأنتما للمثنى بنوعيه، وأنتم للجمع المذكر، وأنتن للجمع الإيه؟ المؤنث. تعالوا كده بقى نشوف الأمثلة بتاعتنا اللي عليها. بيقول أنت تلميذ نشيط. أنت تلميذ، ليه أنت مع تلميذ؟ لأن تلميذ مفرد مذكر، والمفرد المذكر متفقين بياخد إيه؟ أنت. برافو. يبقى الجملة بتاعتنا أنت تلميذ إيه؟ نشيط. تعالوا نشوف الجملة التانية، أنت طبيب مشهور. ليه قلنا أنت مع طبيب؟ لأن طبيب مفرد ومذكر، والمفرد المذكر ياخد إيه؟ أنت. يبقى الجملة بتاعتنا أنت طبيب مشهور. اللي بعد كده، أنت معلمة ماهرة. ليه أنت مع معلمة؟ لأن أنت مفردة مؤنثة بتيجي مع المفرد المؤنث، ومعلمة مفردة واحدة بس، معلمة واحدة ومؤنثة، يبقى تيجي ايه؟ انت معلمة ماهرة. رابع واحدة، انت تلميذة مجتهدة. ليه قال انت تلميذة مجتهدة؟ لان انت مفردة مؤنثة وتلميذة برضو مفردة مؤنثة، يبقى الاتنين يجوا مع بعض، انت تلميذة مجتهدة. يلا نشوف اللي بعدها، بيقول لك انتما فلاحان متعاونان. انتما فلاحان، ليه فلاحان جه معاها انتما؟ انها فلاحان بتدل على اتنين، مثنى اهو فيها الالف والنون بتاعت المثنى، يبقى فلاحان دي مثنى ايه؟ مذكر، تاخد انتما، تاخد ايه؟ انتما. يبقى الجملة انتما فلاحان متعاونان. يلا المثال رقم ستة، انتما صديقتان مخلصتان. ليه قلنا انتما صديقتان؟ لان يا ميس صديقتان اهي فيها الالف والنون بتاعت المثنى وبتدل على اتنين، صديقتان، يبقى صديقتان تاخد ايه؟ انتما، عشان انتما بتيجي مع المثنى بنوعيه. ايه المثنى بنوعيه؟ مثنى مذكر زي فلاحان، ومثنى مؤنث زي صديقتان. تعالوا نشوف الامثله اللي بعد كده، انتم فلاحون ماهرون. فلاحون ماهرون دي، فلاحون دي جمع ولا مفرد؟ جمع. فلاحون جمع. طب جمع مؤنث ولا جمع مذكر؟ جمع مذكر. جمع المذكر بياخد ايه؟ انتم. يبقى الجمع المذكر بياخد ايه سنة رابعة؟ انتم. طب تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده، انتن. انتن طبيبات ماهرات. ليه قلنا طبيبات ماهرات وخدنا معاها انتن؟ لان طبيبات ماهرات دي بتدل على الجمع، وجمع ايه؟ مؤنث. جمع المؤنث بياخد ايه؟ انتن.
يبقى أنتن طبيبات ماهرات. يبقى احنا عندنا الجمع، جمعين نوعين، جمع مذكر وجمع مؤنث. الجمع المذكر بياخد أنتم، طب والجمع المؤنث ياخد أنتن. برافو يا سنة رابعة. تعالوا نشوف كده بقى السؤال الجديد اللي علينا في سنة رابعة، اللي هو ايه؟ ثني واجمع الجملة الآتية، أو اجعل الجملة المثنى مرة وللجمع مرة أخرى وغير ما يلزم. تعالوا كده نشوف الجملة اللي عندنا، بيقول أنت لاعب ماهر، أنت لاعب إيه؟ ماهر. تعالوا كده نقول المثنى إحنا مع بعض وبعدين نشوفها صح ولا غلط. أنت تبقى إيه؟ أنتما. طب لاعب، لاعبان. ماهر، ماهران. يبقى أنتما لاعبان ماهران. تعالوا كده نشوفها. برافو، بيقول لك المثنى اهو انتما لاعبان ماهران. برافو صح. طب لو الجمع، انت هتبقى الجامعه بتاعها ايه؟ مذكر، يبقى انتم. برافو. لاعب، لاعبون. ماهر، ماهرون. يبقى هتبقى ايه؟ انتم لاعبون ماهرون. برافو، طلعت صح اهي، انتم لاعبون ماهرون. يلا الجمله الثانيه، انت طالبه مهذبه. انت لو ما تيجي مثنى هتبقى ايه؟ انتما. طب طالبة، طالبتان. مهذبة، مهذبتان. تعالوا كده نشوفها صح ولا غلط. انتما طالبتان مهذبتان. صح، برافو. طب لو الجمع، انت، انتي سوري، انتي هتبقى ايه؟ هتبقى انتن. وطالبة، طالبات. طب ومهذبة، مهذبات. تعالوا نشوفها كده، انتن طالبات مهذبات. يبقى صح كده يا سنة رابعة، الجمع ايه؟ انتن طالبات مهذبات. يلا نشوف كده بقى مع بعض التدريب اللي علينا. بيقول لك ضع ضمير مخاطب مناسب. لاعب ماهر، لاعب ده مش مفرد مذكر، ياخد ايه؟ انت لاعب ماهر. برافو. فلاحات ماهرات، فلاحات دول جمع مؤنث، الجمع المؤنث بياخد ضمير مخاطب ايه؟ أنتن، أنتن فلاحات ماهرات. طب أطباء ماهرون، أطباء دول إيه؟ جمع، جمع إيه؟ مذكر، الجمع المذكر بياخد إيه من ضمائر المخاطب؟ أنتم. برافو، يبقى أنتم أطباء ماهرون. يلا نشوف الأمثلة اللي بعد كده، صديقان مخلصان. صديقان ده إيه؟ مثنى، بيدل على اتنين، مثنى مذكر أو مثنى مؤنث؟ مثنى مذكر، مثنى مذكر ياخد إيه؟ أنتما. طب لو كانت مثنى مؤنث تاخد انتما برضو، لان انتما بتيجي مع المذكر المؤنث والمذكر المثنى المؤنث والمثنى الايه؟ المذكر. مهندسون ماهرون، انتم مهندسون ماهرون. ليه قلنا انتم؟ لان مهندسون جمع، جمع ايه؟ جمع مذكر، وجمع المذكر بياخد انتم، انتم مهندسون ماهرون. عامله نشيطه، عامله نشيطه تاخد ايه؟ مفرده اهي مؤنثه، انت عامله نشيطه. برافو يا سنه رابعه. سؤال رقم اتنين، ثني واجمع الجملة، الجمل الآتية. يلا نشوف أول جملة عندنا، أنت طالب مجتهد، المثنى بتاعها أنتما طالبان مجتهدان. طب الجمع، أنتم طلاب مجتهدون. برافو يا سنة رابعة. شوف الجملة اللي بعدها، أنت مهندسة بارعة. هتبقى إيه؟ أنتما مهندستان بارعتان، ده المثنى. طب الجمع، أنتن مهندسات بارعات. يبقى احنا كده يا سنة رابعة خلصنا، خلصنا ضمائر المخاطب وخلصنا التدريب بتاعنا، وحلو عليه كتير وإن شاء الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.